Yalla, Estelle, on va continuer les exercices. On a terminé l'exercice 8, n'est-ce pas? La dernière fois, on a fait l'exercice 8, on a terminé. Estelle, parce que nous avons la majorité en bas le calcul. وصلنا بهيدا البارتي هون لهيدا الإكواسيون. انتم امبارح اعطيتوني الفالور اكس 1 واكس 2 انه 0.09 كانت على مسؤوليتكم الارقام، انا ككالكول وكايدي شرحتهم. الكالكول الماتيماتيك هو عليكم. بس اعملوا معروف الكل يرجع يتاكد منا مش هلا، بعدين. ماشي الحال؟ يا استاذ عندي سؤال. مين عنده سؤال؟ اهلا وسهلا، تفضل الاء. لا بالكونسنتراسيون بس ما نحط الكونستانت اي فيها ناخذ حاله واحده يعني بايتا انيسيال او بالفارياسيون او بالاكيليبر؟ اكيد لا، ما هي اسمها كونستانت ديكيليبر. ما هيدا اللي غلطوا فيه هون استاذ، هيدا اللي غلطوا فيه رفقاتكم بالاول. لما اشتغلوا هون بار اكزومبل هيدا البارتي دائما باخذ يا على الانستانت اللي عم بيقول لي برهينا اذا هيدي الاكيليبر او لا، بس اذا بده الكاسي اكيد استاذ بنشتغل على الكونستانت الكاسي على الاكيليبر. صح عارفه على الاكيليبر بس قصدي انا بالكوسيون. بالكوسيون على الايتا اللي هو طلب فيها، هو شو قال لي؟ ان ايتا دو ليفولوسيون، عندي ايتا معينه فارياسيون. اوكي هيدي الايتا مش الفاري، عندي ايتا معينه انستانت قال النوبر دو مول الان دو اوتر وهي 0.04. فبيجي هيدي الانستانت بقول هيدي 0.04 فقد ايه بجيب النوبر دو مول ريستون للباقيين؟ فهيدي الانستانت قد ايه الكومبوزيسيون مولار للميلونج على اساسه بيشتغل الكير. ايه مش الحال ميرسي. يا اهلا. طيب استاذ هيدا اكزرسيس سوبلومونتير، هيدا الان عندي دوز اكزرسيس سوبلومونتير بدنا نحلهم، هيدا الان ما حطيته بشكل اكزرسيس، انا همني بدي بس هيدي البارتي لحتى هي ايدي جديده عليكم بس لحتى نفهمها. ما حدا يكتب رجعهم. ركزوا معي وبرجع بقول لكم اكتبوا. À température égale 37 degrés, on a cette réaction. C'est 2H4 gazeux plus NH3 gazeux, deux flèches, c'est 2H5 NH2 gazeux. Et il y a une réaction chimique entre deux gaz, biatine, haïda l'amine, c'est 2H5 NH2. Le titre de haïda l'partie est mon constante d'équilibre. Le nombre de moles initial de C2H4 ou le NH3 est respectivement 0.12 ou 0.07 moles. Attends le nombre de moles initial de chaque réactif. Tu peux le faire des données, Estes. À l'équilibre, le nombre de moles total du mélange gazeux est 0.16 moles. Haïda donne une nouvelle fois, première fois nous travaillons à haïda l'assess. Peut-être qu'il y aura l'examen officiel. Chul maqsoud le nombre de moles total du mélange gazeux. Yani à l'équilibre. B'alb récipient dans le milieu réactionnel. Nombre de moles, la kilchi gaz maoujoud b'alb haïda le milieu. جمع إيجال 0.16 مول. باردون. فهمنا الدوني؟ ايه استاذ. يا. يعني استاذ السؤال. نعم. بالكاسي شو بنحط نومبر دو مول هيدي 0.16؟ على كليب؟ شو رأيك؟ هات لشوف. ايه ليش ايه؟ عشان على الكليب. شو هي هيدي 0.16 يا ياسمينة؟ للكل. للكل؟ نومبر دو مول. هل قال لك هون لو نومبر دو مول دو شاك اسبيس هو 0.16؟ ايه شو قالنا؟
le nombre de moles total jam'an kullun ya estaz huwa 0.16. هون استاذ بتروح العلامه بالاكزامان، اذا تلميذ ما قدر يفهمها لهيدي الفراز يمكن في تلميذ شو يفكر انه هيدي النمبر دو مول سي دو اش 5 ان اش 2 على الاكليبر. لا يا استاذ بدكم تطولوا بالكم علينا شوي، بدنا نقرا منيح ننتبه. لانه ياسمينة اذا انا بدي افترض هي 0.16 هي لكل اسباس، طب قديش النمبر دو مول انيسيال لسي دو اش 4؟ زيرو بالدوز. معقول الاكيليبر بتكون صارت اكثر؟ لا. اوكي. كيف ممكن استاذ نحن نفكر بطريقه خطا بس نرجع نستدرك الخطا. ديتيرميني لو نومبر دو مول دو شاك غاز الاكيليبر. ليكو استاذ هون شو بنعمل؟ بنروح على التابلو دافونسمون. بنحط التا انيسيال عندي 0.12 0.07 و0. التا ديكيليبر سي 2 اش 4 0.12 موان اكس. الان اش 3 0.07 موان اكس والسي 2 اش 5 هي اكس مضبوط؟ صوم اللي لهم 0.07. شو عم بيقول الاستاذ؟ دائما دائما من يوم ورايح تعودوا انه ممكن انا ازيد هون كاز اسمها ان توتال. هيدي الان توتال هي ممكن تكون جمع النمبر دو مول للاسبيس او دوبو دو لا رياكسيون على الاتا انيسيال، وممكن استعملها كان توتال على الاكيليبر. فهون حطيتها 0.19 فوق جمعتهم، وتحت هو قايل لي انه الصم اللي لهم 0.16. باردون. فإذا كيف بنجيب النمبر دو مول؟ صحة يا أستاذ صحة. صفا. ميرسي يا حبيبي. Alors, comment peut-on trouver le nombre de moles de chaque gaz à l'équilibre? Si on trouve X, on peut trouver la composition molaire de ce système, ou du milieu réactionnel. شو بقول له استاذ؟ بقول له الان توتال على الاكيليبر ايجال الان دو سي 2 اش 4 على الاكيليبر بلس ان دو ان اش 3 على الاكيليبر بلس ان سي 2 اش 5 ان اش 3 على الاكيليبر. ليه سي لا سوم لهود التروز اسبيس؟ لانه ثلاثتهم يا استاذ هن عباره عن غاز. مفهوم؟ لو كان واحد غاز مثلا او اثنين غاز وواحد ليكيد ناخذ بس الاثنين الغاز. مفهوم؟ نحول كونسنتراسيون لنمبر دو مول. ليش بدنا نحول كونسنت؟ هو معطيني نمبر عشان نطلع النمبر دو مول. ما كله النمبر دو مول، ليش بدنا نحول لكونسنتراسيون؟ لازم يكونوا كلهم غاز لنعمل هيك. هو عم بيقول لي الشرط بالسؤال الاكيليب لو نومبر دو مول توتال دو ميلونج غازو غازو. وي هو حدد يعني التا فيزيك اللي له غاز. فاذا استاذ بنحط 0.12 موا اكس بلس 0.07 موا اكس بلس اكس ايجال 0.16. نعمل كالكول رح تطلع الاكس هي 0.03 مول. بس نجيب الاكس بنعمل له رومبلاسمون بالتابلو بنجيب النمبر دو مول دو شاك اسبيس ا ليكيليبر. مين عنده اعتراض؟ مش اعتراض بس سؤال. تفضل. اذا مثل ما قلت وحده منهم ليكيد وي بناخذ التوتال بس هول اثنين وبنجيب الاكس منها؟ صح. وهل اكس بنحطها كمان بالليكيد ولا لا؟ اكيد ما هي اكس هي ذات النمبر دو مول رياجي. اي نفس اي اوكي مش الحال. يلا بالعكس انا لما تلميذ يسالني انا بنبسط لانه هذا الشيء بدل انه هو مركز معي وعم بفكر، مش بس مركز او عيونه معي كمان هو عم بحلل براسه شو عم بقول الاستاذ. فهذا الشيء كثير منيح. عقبال عند الباقيين
اعديهم يا الا اعديهم اكيد مش الكال يعني يلا اكريفي يا مسيو استاذ مين التلميذ اللي ناقص هون؟ في عندي تلميذ ناقص انتو 14 المفروض تكونوا هادي فرحات صح؟ اوكي استاذ بحكيت؟ لا ما تحكي استاذ انت بس قل له انه سأل عنك الاستاذ هو لوحده بيعرف ما بدي ضوي التليفون هلا ولد لا خلص اجله اجله هلا بعدين ابو بس قولوا له انه الاستاذ هيك سأل عنك بس هو بيعرف لحاله إيه شو كان عندكم بالحصص اللي قبل كان هادي معكم او لا اعطول كنا كتورس يمكن كان هادي معكم انا كنت بشوف ما كان معنا حتى على العربي كنا كملين يا استاذ بس بس على الفيزيك حصة واحدة حضر حضر فيزيك وشيمي لا طيب ماشي بلقى استاذ فهمان شيمي بس فيزيك عنده مشاكل بيعجبني تفكيرك البوزيتيف انا يلا بنكفي خلصنا قال اكيد لا استاذ لا اوكي طيب خلص مش الحال والله استاذ لانه انت مش عم تكتب مش عارف قديش بدنا وقت عشان هيك لو انت عم تكتب ونحن عم نكتب على اساس انه انا هودي اشتريته من الدكاني مثلا مكتوبين خالصين بس تأسس كنت قاعد رواق وقت مين قال لك؟ هو كتبته بالحصة الرابعة بس لما كنت عم بعطي السكسيون اه قصدك انه انا مع السكسيون اه بكون رواق مش هيك؟ بالسكسيون اه انا ليه مهياني معكم مش رواق؟ اوكي بدي أعطيكم كادو لجودي شو رأيكم؟ ايه يا استاذ تاخدوا كادو؟ احنا ما بنحب الهدايا كل عمرنا ما بنحب الهدايا انا يا استاذ الدنيا هلا شو بتعديل؟ بلكي على شيء انا ما بنخاف منه خلصت لا في منهم بينصابوا بيرجعوا خلاص مرة واحدة انصابوا بعد ثلاث اشهر حيقولوا انتزع انترنت عندهم بالبيت عم يظبطوه هادي فرحات؟ ايه بدل ما نزول الانترنت عندهم دخلك؟ يا خيي لا هو عنده هلا 3G بس ما فيه شيء يخلصهم كرمال حصة يعني اكيد اكيد يلا استاذ خلصون خلينا نخلص نقل دوزيام بارتي ديدوير لا كونستونت ديكيليبر أكيد صار معنا النمبر دو مول على الإكليب بور شاك إسباس ومعطينا الفوليوم V = 3 لتر صار فينا نجيب الكاسة
Et concentration, la C2H5, NH2 sur concentration de C2H4 fois concentration de NH3. Bas c'est très saut. Il y a Estèze Mongeau de Hon. Ok, bas c'est très saut. مش الحال يا بدنا نشوف الباقيين. لا 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 طيب اوكي والله خلص ما طولوا بالكم بديش علي انا يا علي ما تعملناش مشاكل مع ياسمينة الله يخليك. انا مش الحال خلص انت خلص يعني لازم نشيلها اوكي قالت ياسمين لا قصدي مثل نظرتك يعني وينك يا لما هذه هد البال يلا بارتي دو الكاسي انا مش خالصه على فكره اوكي لما ها تكرم عينك اوكي استاذ مش حال يلا تفضلوا استاذ اكتبوا الكاسي بس في بعد شيء هذا الدرس معلومات شيء جديد لا بس بيبقى قصة انه اكزرسيس استاذ كيف نعمل ابليكاسيون ممكن ينطرح الاكزرسيس بمية طريقة نحن علينا نفهم الدنيا نرتب الدنيا ونعمل شوية اناليز لنحل صح يعني استاذ هيدي الاكليبر ما فادتنا الا لاجيب الاكس هيدي الاكليبر ما فادتني الا لاجيب الاكس بس هيك الكاسي قصدك ولا وين اللي ورا لا هيدي الدنيا على الاكليبر لنومبو دو مورت وي ما هيدا الهدف ما هي اساس الحل اذا التلميذ ما فهمها كيف بده يجيب الاكس صح خلصت يا لما خلصتي استاذ يا لوستي اوكي يا ليش مستعجل طيب كثير مستعجل استاذ ما اشتغل مش انا المستعجل حق على علي حرز هو بضل مستعجل خذي وقتك استاذ تكرم عينك شايف يا تانيا عزام لأنه اليوم مش قادرة تحكي كلهم عم بهجموني ما في حدا يدافع عني ولازم تزبطي لنا الميكروفون عشان يكون في حدا بيدافع عني يا استاذ هذا الاكزرسيس بحفرجيكم اياه هيدا بارتي هيدا تالت بارتي منه وهيدا تالت بارتي يعني هيدا اكزرسيس تيب عن اكزامان اوفيسيال ممكن يكون بمحل معين وبهيدا الاكزرسيس نحن حاطين انا حطيت الفكره يلي مره شرحتها بالصف يلي بتحكي استاذ لما ناخد كذا ارلمير او كذا بشار ونعمل لهم دوزاج حنشوفهم استاذ ماشي تانية ماشي يا افان دو سويفر لا سينيتيك دو لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون Et avant de continuer la lecture et l'explication, prendre 2 à 3 minutes pour lire cette page
et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a. Yar. وكمان لما تخلصوا قراءة خبروني أستاذ أحسن ما تقولوا مستعجل. خلصت يا أستاذ. أنت روق. أنت سألت يا أستاذ. أنت ما خسر بالسؤال. عجت علي ما خسرك بالسؤال. خلص كرمالنا يلا روق. هلا شاطر صريح جمع علي. هيدي محبة يعني. عراسي يا أستاذ. Afin de suivre la cinétique de la réaction d'estérification, on procède comme suit. Alors, le but, c'est d'étudier la cinétique de la réaction d'estérification. 9 erlémères contenant chacun 50 millimoles de 1 butanol. Alors, je vais vous dire que c'est 1 butanol, c'est l'alcool. Après, on va aller à l'organique. Sont plongés dans un bain-marie maintenu à température constante de 60 degrés. Faites un esthèse. J'ai 9 erlémères, fibéalbon, 50 millimoles de butanol. حطيناهم بالبان ماري تمبراتور 60 درجه تمبراتور كونستانت انستانت زيرو جبنا كمان 50 ملي مول داسيد ايتانويي وزدناهم سيمولتانيمون دون شاك بالون دون شاك ارلمير فاذا اتي ايجال زيرو كل ارلمير في بقلبه 50 ملي مول بوتانول و 50 ملي مول داسيد ايتانويي عندنا 9 ارلمير Chaque RLMR contient 50 millimoles de butanol, 50 millimoles d'acide éthanoïque. La halla, mafhoum? Oui. Estes, tchao maintenant. Hini nof. Mazan, après deux minutes, j'ai achadit RLMR. Wahat. Ou haïda l'RLMR, haïe, tala ahon. Anak intressima. هيدا الارلمير في بقلبه الكول بلس اسيد. ابخي ان سيغتان تون استاز. ابخي ان سيغتان تون. شو عملنا؟ اتي معين اخذت هيدا الارلمير وحطيناه بقلب او جلاسي او حطينا او جلاسي بقلبه بدكم اياه. صفا؟ طيب سؤال. Quel est le rôle de l'eau glacée? توقف الرياكسيون. توقف الرياكسيون. صح. بوقفها والله ببطئها كثير يا استاذ. توقف الرياكسيون، نعم بتعمل بلوك للرياكسيون. يعني ما في رياكسيون بنعمله على درجات حرارة واطية. هلا هيدي الرياكسيون بالمبدا استاذ لما تكون التمبيراتور تري باس قليل جدا ما بيكون في عندنا رياكسيون شيميك، نادر جدا، في رياكسيون مش لا بس نادر جدا. فهون بالمبدا ما هو اساس الرياكسيون هيدي اللي لها تقريبا كان على 60 دغري لما جيت انا نزلته للاو جلاسي يعني 0 دغري بالمبدا لنقول يعني صار تمبيراتور تري باس شو الهدف منها استاذ؟
في الرياكسيون بطئة كثير. وقفنا الرياكسيون ليش؟ عشان نعرف قديش الكونتيتي للميلونج على هذا الوقت. صح. قدام الكرياجي. مزبوط، برافو عليكم. إذا استاذ شو عملنا هون؟ أخذنا هيدا الإرلمير عبري مثلا أبخي دو منوت. طب استاذ بهود الدو منوت مش الألكول مع الأسيد بكونوا عملوا رياكسيون؟ إيه. هل هيدا الرياكسيون سو تيرمين أبخي دو منوت؟ أون نو سي با. كومون أون بو سافوار؟ بعد دو منوت لما حطيناها بالأو غلاسي رحنا عملنا دوزاج مع باز، صرنا ننزل على الاير لمير دو باز، بصير في عندي رياكسيون أسيد مع باز. منعيد أسيد ريستان. منعيد بس أخذنا أول اير لمير وحطيناه بأو غلاسي، قالنا بوي لاسيد ريستون، يعني هو بري دو مينوت في رياكسيون بين الالكول والاسيد، في عندي كونتيتي من الاسيد رياجي وكونتيتي ريستون. هاو دي الكونتيتي اللي كانوا بعضهم ابري دو مينوت وعملنا بلوك للرياكسيون، هاو دي الكونتيتي ريستون من الاسيد، عملت لهم دوزاج من مع باز. فمن خلال هيدا الدوزاج انا فيي اعرف قديش هي النوبر دو مول للاسيد ريستون، وبس جيب النوبر دو مول للاسيد ريستون بروح على الرياكسيون ديستيريفيكاسيون، صار فيي جيب النوبر دو مول للاستر. شو قال لي هو هون؟ لو نوبر دو مول دو الاستر فورمي ريدوي. يعني هون استاذ ديجا هو عامل كالكول، وحنشوف بقلب هيدا التابلو هون هو معطيني مين ديريكتومون نوبر دو مول للاستر. مين بعده معنا ومين ضاع ومين؟ استاذ بدي اسال سؤال قبل ما تسال، بس علي بس لحظه استاذ، لهون فهمنا شو مكتوب بهذه التروزيام بوان؟ شو عملنا هون؟ طيب وي علي كيستيون، بالدوزاج بالبيوريت بنحط الكونسنتراسيون كونو؟ مش شرط، منه شيء أساسي، بأغلبية الأحيان بتكون هي concentration كونوي مثل هون الباز. إيه. مش قاعدة إنه مثلاً. نو سلام لك، حسب هو بتضلني بيقول لك عم نعمل دوزاج مين لمين. إيه. طيب l'équation de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool primaire est، هيدي استاذ نحن الرياكسيون ديستيريفيكاسيون هي دائما بين أسيد وألكول. هلا نحن اعطيناكم هون الفورم جنرال، ما فتت معكم بالفورمولا للايثانول للاسيد ايثانويك، تركناهم بعدين لنوصل للاورجانيك. كيف عرفت انه هيدا الاسيد؟ بس شوف سي او او اش. كيف عرفت انه هيدا ايثانول يعني الكول؟ من خلال او اش. كمان هودي حنحكيهم بدرس الاورجانيك، مش شغلنا هلا. انا بهمني شوف الايكواسيون دو لا رياكسيون. La constante d'équilibre associée à cette réaction est Kc égale 4,12. Martin Kc. La transformation dans chaque élément se fait sans perte d'aucune quantité de constituant du mélange réactionnel par évaporation. Et on la maquette est à 60 degrés. Bilbam Marie. Elle est stable. Même à cette température, je considère qu'il n'y a pas d'évaporation ou de quelque substance. يعني ما عندي خسارة لأي كونتيتي. الأسيد سلفوريك en grande quantité joue le rôle d'agent déshydratant. شو يعني agent déshydratant؟ مانع التبخر. يعني نو سي ابسورب دو لو. يعني هون الأسيد سلفوريك ال H2SO4 وظيفته استاذ انه هو ابسورب دو لو. بعدين حنشوف شو قصتها هيدي. حينسأل عنها. قبل ما نخلص من هيدي السلايد، مين عنده كيستيون او مين عنده في شيء ما فهمناه بتضلني؟ بيان. Les résultats de l'étude cinétique réalisée sont regroupés dans le tableau du document 2. عندي هيدا الدوكيومون 2 في بقلبه النمبر دو مول للاستر
اشاك انستون هني نف ارلمير عندي 9 داتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وعلى كل طن بعد ما عملنا دوزاج عملنا كالكول اون بو تروفي نومبر دو مول دو ليستر انديكي ليفي دو لاجو دو غلاسي دون شاك ارلمير و انوميري لو دو فاكتور سينيتيك امبليكي يلا لما لما بطل طلع صوتها هلا لما هادي صايغ نعم الله ينعم عليك انديكي ليفي دو لاجو دو غلاسي دون شاك ارلمير يلا هادي يلا يلا ثاني دبش توا فيش ثاني في يا اما في ريبونس او با دو ريبونس هادي ايه بس شو ما بعرف ما بتعرف ما استاذ هلا ان احنا عم نعمل اكسبليكاسيون لا لا والله بعرف بتوقفها بعرف انه بتوقفها بس ما مين بعت لك على الواتساب وقال لك بتوقفها لا والله هي بعت ليش حدا هلا ببعث لك سكرين شوت استاذ استاذ عيطت لي ولا راح عند الانترنت اوكي استاذ يلا فاذا ياسمينة ريبونس وي اريت لا رياكسيون دونك لو غلاسي اريت لا رياكسيون او بلوك لا رياكسيون انوميري لو دو فاكتور سينيتيك امبليكي عندنا التمبيراتور وي و والكوا نمبر دو مول فإذن هن دو فاكتور عندنا لاجو دو لو غلاسي اغيت لا رياكسيون انتر الكول و الاسيد والفاكتور هن التمبيراتور والكونتيتي انيسيال دو رياكتيف استاذ حطوا عندكم اكزرسيس دو اكيد ما بتكتبوا الاكزرسيس رح ابعث لكم اياه بي دي اف او بتاخذوه من هون بدكم تصوروه مثل ما بدكم اعملوا مش حضيع وقت نحن ننقل الاكزرسيس كله بس حطوا اكزرسيس سوبليمونتير 2 بارتي 1 1 1 واكتبوا هيدا الريبونس يلا ويلي بيخلص من إلكن يعطيكم العافية وشكراً هيدي الحصة الحلوة ومنلتقى الخميس بما أنه ما بدكم كادو يعني مش حنعطيكم كادو معقول؟ من عندنا احنا منكرر يا أستاذ أستاذ أنا خلصت فيني أظهر؟ وي ياسمينة أوكي لا باي باي على فكرة أستاذ عشان أنت اتهمتني أنه نقلوني الجواب بالعلامة على الحرس سألك أنه ممكن تبطئها ولا بتوقفها على الآخر برافو عليك يا هادي عجبتني هلا يلا أستاذ اللي بيخلص فيه يظهر أستاذ فيك تورجينا السؤال يعني الأسئلة عشان أعملهم سكرين شوت ماشي حالها هاي استاذ ماشي ماشي واول واحد الدون مرسي شكرا استاذ يعطيكم العافيه استاذ